احبش ان انا اعلق شماعات او اعلق اخطاء على شماعات او اروح للاتجاه العام اللي هو ارضي الناس بيه. انا قلت لكم قبل كده ان انا عن نفسي برضي ضميري وربنا قبل ما ارضي اي حد. عشان كده انا كنت مختلف تماما مع الشخص اللي انا بحبه عن نفسي قوي محمد الكواليني مذيع مباراه الاهلي وسان داونز، والطريقه السلبيه اللي هو اتكلم بيها على اللعيبه للاسف الشديد. محمد الكواليني بيعشق النادي الاهلي وبيعشق تراب النادي الاهلي، بيعشق لعيبه النادي الاهلي، لكن انا من الحب ما قتل فعلا. انت قتلت لعيبه النادي الاهلي وانت مش حاسس. اللي حضرتك قلته ده مسجل في التاريخ. اللي حضرتك قلته ده ما ينفعش تقوله على لعيبه النادي الاهلي مهما كان شكلهم، مهما كانت لعيبه الاهلي بتغرق محتاجه حد يمد لها ايديها، مش محتاجه حد يدوس على دماغها. مهما كان اختلفت مع كل الناس وهختلف مع اي حد يقول ان لعيبه الاهلي مش رجاله، لعيبه الاهلي رجاله ورجاله ونص كمان. لعيبه الاهلي ابطال وابطال ونص كمان. لعيبه الاهلي كبار مش صغيرين، عمرهم ما كانوا صغيرين ولا يكونوا صغيرين. في ظروف وفي دوافع وفي اسباب وفي حاجات كتير جدا 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 ممكن ان احنا كنا نبررها لما يكون في ذره امل. ما نقتلهاش. لكن محمد الكواليني ما حبه شديد نادي الاهلي وحبي شديد ليه هو شخصيا من اول الجون الثاني هو مصدر لنا حاله سلبيه ما كانش ليها داعي خالص. ملوش علاقه طبعا بنتيجه اللقاء خالص، عشان بس انا اكيد يعني الكلام مش رايح للموضوع ده، لكن بتكلم في نقطه ان انا بتكلم في شاشه كبيره قوي بحجم المكان اللي حضرتك بتتكلم منه في مايك مسموع لكل العالم العربي. ما ينفعش ان انا اقول على لعيبه النادي الاهلي. مفيش اي حد يمتلك الصفه ان هو يوصف لعيبه النادي الاهلي اللعيبه العظيمه للنادي العظيم اللي بتلبس تيشيرت عظيم جدا جدا ان انا اقول عليهم صغيرين ومش ابطال ومش رجال. باي حال من الاحوال ما كانش ينفع. ما ينفعش اقول لهم يا تريكا واقول لهم يا وائل واقول لهم واقول لهم واقول لهم، مع ان وائل وتريكا طبعا مش هتكلم عنهم انا، دولت عشقي كمان انا شخصيا، لكن وائل وتريكا وليد سليمان منتخب مصر خسر 6-1 من غانا ورجع منتخب مصر تاني واسمائهم محفوره في قلوبنا. واللعيبه دي اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي اسماء مفحوره في قلوبنا. ما ينفعش ان انا اصدر حاله للجماهير والجماهير اساسا ميته، واحنا كنا ميتين قدام التلفزيون. ما ينفعش ان انا اسطر تاريخ بصوتي بيقول لعيبه الاهلي مش رجاله، لعيبه الاهلي صغار. ما ينفعش. وما فيش اي شخص يمتلك هذه الصفه الا القائمين على النادي الاهلي. واسماء معينه كمان اللي هي تقول لعيبه انتوا صغيرين انتوا، لكن في الغرف المغلقه. مش في ميكروفون عام ومش في شاشه عامه. اعتقد ان الموضوع خانك جدا مع حبك نادي الاهلي وحبنا احنا ليك كمان، وعارفين انت مشجع اهلاوي من الطراز الثقيل، لكن لازم نفصل ان احنا بنتكلم في شاشه وصوتنا هيفضل مخلد بالوصف اللي حضرتك وصفته لعيبه نادي الاهلي اللي ما استحقوش تماما. كانت ظروف بعيده خالص وعمرها ما تحصل، عمرنا ما نشوف كده حاله جماعيه للنادي الاهلي بالشكل ده، وحضرتك عارف يعني. فأنا بطلب من حضرتك أنت تعتذر لعيبة النادي الأهلي عن هذا الكلام، على أساس أن لما بعد كده يعرض هذا الكلام، وأنت عارف أن الكلام ده بتعرض بعد كده وبقوله شوفوا قال إيه الكواليني العاش النادي الأهلي قال على لعيبته، نقول لهم لا ده الكواليني اعتذر عن الكلام اللي طلع منه. كل الاحترام ليك ولحبك نادي الأهلي، لكن بصراحة أنا زعلت منك شخصيا أن أنت وصفت لعيبة النادي الأهلي كده. لعيبة النادي الأهلي هيفضلوا إن شاء الله كبيرة، هيفضلوا إن شاء الله أبطال، هيفضلوا ان شاء الله عندهم ثقه في جماهيرهم، جماهيرهم عمرهم ما يخونوهم ابدا، ووراهم على الحلوه والمره وعلى المره قبل الحلوه كمان. والجماهير عبرت بعد يوم من زعلها، هم ليهم الحق ان هم يكتبوا بقى على السوشيال ميديا مش على الميكروفونات، او يقولوا في الميكروفونات، او يروحوا لهم بقى يشتموا ويطلعوا، يعني الموضوع اخوي قوي. لكن بعد يوم قالوا يا جماعه لا احنا فعلا لازم نرجع، في ذره امل، في واحد في المليار احنا متمسكين بيه، وحصل قبل كده رجوع كتير جدا. كان المفروض نقول يا جماعه رجاله النادي الاهلي موجوده، رجاله النادي تقدر ترجع، رجاله النادي الاهلي ممكن يعملوا اي حاجه، رجاله النادي الاهلي يكسروا المستحيل، مش كده ولا ايه؟ كان المفروض نقول يا جماعه اسالوا اللي خدوا 5 و4 و6 قبل كده بيعملوا ايه عشان يطلعوا من الظروف اللي هم فيها دي، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله مش هيحصل الماتش ده، وانا لغايه دلوقتي مش عارف سبب، مع ان في اسباب حط ايدي عليها بعيد عن اللعيبه بصراحه.
يعني مش عايز اتكلم عن فنيات هذه المباراه، لكن اللعيبه كانت محتاجه حد ياخدها من الغرق مش يدوس على دماغها. معلش احنا كلنا بنعتذر، احنا كناس بتنتمي النادي الاهلي بنعتذر للجماهير، وطلعوا كابتن النادي الاهلي اعتذروا للجماهير وعارفين قد ايه ان هي كانت مباراه للنسيان للنسيان. وان شاء الله يوم السبت المقبل باذن الله يرفعوا راسنا على الاقل باداء وبروح وبتشيرت النادي الاهلي وباسمائهم اللي انا شخصيا وكل الجماهير الاهلاويه بتعتز بيهم، اللي كان في الاهلي احمد فتحي سيد الرجاله، كان في الاهلي الشناوي من احسن حراس مصر، كان في الاهلي سعد سمير، اللي كان في الاهلي علي معلول، كان في الاهلي ندفد سلية مروان جايير رمضان صبحي، دول ما يستاهلوش يا جماعه ان هم يبقوا رجاله، ده رجاله وسيد الرجاله كمان. ان شاء الله دايما رجاله وان شاء الله دايما رافعين راسنا لفوق. مش عايز اطول عليكم عشان استقبل احمد السيد، ان شاء الله نشوف 11 راجل في الملعب باذن الله زي ما متعودين مع حضراتكم، والفانيله الحمراء تفضل مرفوعه الى ابد الابدين باذن الله، وبتشجيعكم الكبير جدا بتكلم الجمهور اللي هيكون يوم السبت في برج العرب باذن الله. بعد الفاصل مع النجم الكبير احمد السيد، استنونا.